البدايات بداية كل نهاية، فما أن ينتهي عام يبدأ آخر. يحتاج الطالب لهمة قوية ونشاط جاد واستعدادا يكون قد اكتسبه بعد إجازة سنوية امتدت لشهور. في جولة لنا على الأسواق العامة اطلعنا على التحضيرات المدرسية استعدادا للعام الدراسي الجديد. ممتاز تجهيزنا للمدارس، عم نحاول نحضر قدر الإمكان الاحتياجات اللازمة اللي بدنا نقدم لهم إياها لأطفالنا حسب ما هو متوفر بالسوق. جهزنا يعني هو بالحضانة، رحنا جبنا له شناتي، جبنا له القرطاسية، شناتي، عم نجيب حقائب، عم نجيب ألبسة مدرسية، دفاتر. استعداد حلو والمدرسة حلوة وحياة جديدة وهيك. تجهيزات يعني نشتري قرطاسية وشناتي وتحضير وثياب يعني قمصان للمدرسة. والله عم نحضر، عم نجيب الدفاتر، البدلات، الصدارة. والله هالسنة شيء كويس إن شاء الله، والأسعار كويسة عندنا مقبولة. صار الله عم نوزع جملة، أسعار جملة والدفاتر كثير عندنا، متوفر كل شيء الحمد لله بخير. ثياب بناطرين وبلواز وهيك شيء. والله الحمد لله ممتازة، جاهزين. و شو عم بتحضري؟ شو عم تشتري؟ عم اشتري هيك بتعرفي أغراض مدارس، شناتي، صدارة، أواعي. تحضيرات يعني بتعرفي اول في فصول السنه وكذا وهيك، الحمد لله رب العالمين. كيف تحضيرك للمدرسه؟ منيح ممتاز. واليوم اشتري شنطه جديده عشان عم استعد للمدرسه. اغراض للمدرسه، شنطاي واقلام ودفاتر. مبسوطه لانه المدرسه جايه؟ صف شو انتي؟ انا صف ثاني. تبقى الهموم متواصلة للآباء في ظل اقتراب موعد بداية السنة. اشتكى العديد من الأهالي من ارتفاع أسعار الكتب وكافة المستلزمات. الأسعار كمان بتتفاوت حسب النوع وحسب الموديل، والأسعار يعني غالية، أكيد غالية كتير كمان الأسعار، بقى حسب بقى. شو رأيك بالأسعار؟ غالي، غالي شوي. الكتب والدفاتر، الدفاتر والشناطي غاليين، في غلاء يعني لازم تكون أقل من هيك. الألبس كتير غالي، ألبس المدارس كتير غالي، والدفاتر غالي، كل شيء للمدارس غالي. والله في شيء غالي في شيء رخيص. بالنسبة للشناتي، الشناتي غالية. والله أسعار غالية يعني عموما. أنا عندي 3 أولاد، يعني الله يعيني اللي عنده 4-5 أولاد. أسعار غير مقبولة أبدا أبدا، يعني الشنطة 2000-2600-2700، اللي عنده 3 أولاد مشكلة كبيرة. عم جهزون، عم نشتري لهم الكتب ونشتري لهم دفاتر بأسعار يعني كثيرة بالنسبة لأنا كموظفي. يعني أحسن من هيك؟ في أسعار يعني معقولة وأسعار غير معقولة. والله نار نار، يعني أكثر من هيك مستحيل. يعني لا غالي ولا رخيصة صراحة. أسعار مناسبة كويس. أسعار شوي وسطانية، يعني غالي شوي هيك الحمد لله. الأسعار في مقبول وفي غالي وفي هيك. نداء وجهه الأهالي للمكاتب والتجار بأن يراعوا الأوضاع الاقتصادية الصعبة ويخفضوا الأسعار قدر المستطاع لتسهيل الأمر عليهم.